بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النهاردة يوم الاثنين، يوم 29، يوم 30/1. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال لعام 2023. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الشغل في مسجد التوحيد، نسأل الله يتقبل منا ومنكم جميعا الشغل في مسجد التوحيد ابن بيتك بجوار مدرسة قباء. شغل النهاردة احنا ابتدينا نشتغل في العمدان زي ما حضراتكم شايفين اهو، هذه نصبنا فوق للعمدان للأعمدة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه زي ما حضراتكم شايفين كمان بنعمل المدخل اللي هو بتاع السلم معانا اهو، اللي هو السلم الرئيسي للمسجد. نسأل الله يتقبل منا ومنكم جميعا يا رب. زي ما حضراتكم شايفين، نسأل الله أن يعيننا ويعينكم على الصدقة وعلى الإنفاق وعلى المساهمة والمشاركة في بناء بيوت الله عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين عند الله عز وجل. إخواننا يعني حاولوا تحطوا أيديكم في أيدينا، نسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد علشان فترة الأعمدة. إحنا نحتاج طبعا لحديد 16 وحديد 8 ملي وخرسانة جاهزة، فياريت ايديكم معانا الله يكرمكم. ويلا همة الشباب الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم نصراني الشباب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قدم وشارك وساهم في بناء بيوت الله عز وجل التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم موقنا بها: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية بنى الله له مثله في الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشاركون ويساهمون في بناء بيوت الله يبتغون بها وجه الله عز وجل، وألا يقول لأحد فيها شريك في الأجر، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأجر كله من النية خالصا لجلال وجهه العظيم، خاليا من الرياء والنفاق والسيرة والشهرة والسمعة وما دون ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين، فياريت تكون معانا الله يكرمكم ويجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.